بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نجتمع مجددا في حلقة من حلقات الفقه المالكي في هذا المسجد المبارك بمسجد التقوى ذراع بن خدام، رقم الدرس 59. عنوان درس اليوم: النفقة وأحكامها. نعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة وجملة نقاط تنصرف إلى بيان المكونات أو المشتملات، مكونات النفقة، مشروعية النفقة، أنواع النفقة، وغيرها من الأحكام. وقيد درس 59 من دروس الفقه المالكي، العنوان الدرس: النفقة وأحكامها. أيث مثلا المقدمة: النفقة ربي سبحانه قدرها على الناس، ما نقدروش نعيش بلا مقومات الحياة، ما تقوم به حياتنا، ونزميرارا نعيش بلا النفقة، ونزميرارا. والنفقة تسعى المكونات المشتملات، سرن في ذي الدونيث، نحتاج إلى ما نحو جمال، وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء الآية 30. كل شيء، ربي قال كل شيء، من إنسان وحيوان وطير ونبات وأرض وحضارات، كل شيء مبني على الماء. زمان الإنسان يحتاج إلى الماء في العبادات وفي المعاملات، احنا نتوضأ بالماء اللي هي اسمها الفقهاء الطهارة الأصلية، ثم إلى ما كانش الماء نروحوا للطهارة، طهارة البدل. فالطهارة المائية هي الأصل، والطهارة الترابية هي البدل، لقوله تعالى كما في سورة المائدة وفي سورة النساء الآية 6 الآية 43، وين قال ربي سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك نحتاج إلى العبادة، إلى الماء في العبادات، نحو جمال أن نغلوظه نعبد ربي وكذا يظل في الآخر. ونحتاج الماء لدفع الظمأ، نحتاج إلى الماء لدفع الأذى، نفوذ فذ ذمان كثير سن ذمان الماء، ويحتاج إلى الماء الحيوان كما قلنا والنبات إلى آخره. ولكن ذا ماشي وحده ما يكفيش الماء، لازم الغذاء، القوث، الغذاء، نحتاج إلى الغذاء. الإنسان كي يأكل يتقوت، يعني يكون عنده قوة باش يوقف، وإلا لو كان نحلو الماء والغذاء يموت. إذن من مقومات الحياة. لذلك في تعريف النفقة، النفقة في تعريفها الجامع المانع: ما تقوم به حياة الإنسان، إذا تعلق الأمر بالإنسان، أو ما تقوم به حياة الكائن الحي. جميع الكائنات تحتاج إلى نفقة، النفقة المناسبة لها. لذلك الغذاء، نحوج القوث، نحتاج إلى إيواء السكنة، دخل في النفقة. ما يقدرش واحد عنده الماء وعنده الغذاء والسكنة، دخل في النفقة. وكأنني وأنا في المقدمة أي نحاول نعطي التعريف هذا هذه النفقة، نحوج السكنة الإيواء، ونحتاج أيضا إلى الكساء، الكساء الكسوة اللبسة سترة تشم ذي النفقة. خاطر كي نقولوا النفقة لا تنصرف إلى الغذاء برك،
قل فلان أعطيه النفقة نتاعو يأكل. لا لا، ماشي غير الماكلة، ماشي كانت القوث، كل شيء، الماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء كما يقول بعض الفقهاء، وما يحتاج إليه الإنسان. كاين اللي قال حسب العرف والعادة والسادة المالكية، ماذا مر في الفقه المالكي كغيره من الفقهاء، عالجوا هذا الموضوع في مصادرهم. يعني أني سيدي يساكو المعلومة ثاقي نبويث نتيد من الكتب، يعني خلاصة ما ورد في مصادر المالكية، سواء المختصر الفقهي للشيخ خليل سيدي خليل، نغ في كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، نغ ذي كتاب الماعونة وهو كتاب قيم أيضا عالج هذا الموضوع، الماعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، نغ كتاب الذخيرة أيضا كتاب قيم للإمام القرافي. صافي، يكون هذه الكتب كغيرها من كتب المدارس الفقهية الأخرى عالجت هذا الموضوع، وكل واحد كيفاش عالج هذا الموضوع، ولكن هذه تقريبا قواسم مشتركة بين السادة الفقهاء. إذن النفقة ثقي نحتاج إليها جميعا، في كذا مشتملات النفقة في من سلا، ولكن ذغ في المقدمة دائما نقول كي نسمع كلمة الإنفاق، لا تنصرف كلمة الإنفاق إلى الإنفاق الخاص، يعني الراجل ينفق على زوجته، أرجز ينفق في مطوثيس، الأب على أولاده، فاث في الراويس أثني عقش، نغذغ سغال الأولاد على الوالدين إلى آخره. هذا وارد، ولكن أيضا كاين معنى آخر اللي هو الإنفاق العام. الإنفاق العام واحد منكم يروح ينفق في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، يبني الجوامع، يبني مستشفى، يعاون الفقراء، يعاون المرضى، يعاون الدشرة نتاعو، يدير طريق، يجيب الماء للقارية إلى آخره. وثقي ذا دخل في الإنفاق العام، مكليون أي نس ديفكار بيهري فاسنيس نشي أذي ينفق، ماشي كان في مانيس نغف ثواشولتيس، ولكن في ثدرثيس، في ذروميس، في مغفان، في توجال، في وجيلان، في ثدر، في الجوامع، في معمرين إلى آخره. كل يون وهيش مثل الإنفاق، خطر كي نقرأوا الآيات اللي نص هدرت على الإنفاق، نقرأوا مثلا في سورة الحديد الآية السابعة، ربي قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الآية تأمرنا بالإنفاق، ربي راه يقولنا نفقوا صرفوا الشيء اللي عطلكم ربي مدوا، ماشي غير على روحك. وأعطانا رسالة مهمة جدا في هذه الآية، هذه الرسالة مفادها أنه هذاك الخير اللي في يديك ماشي نتاعك، ربي اللي أعطاه لك، وأنت لست مالكا للمال على وجه الإطلاق والتأبيد، بل ملكيتك للمال هي ملكية استخلاف، عملا بالآية استنباطا من الآية نفسها، ملكية استخلاف أو ملكية إنابة وتفويض. معنى شغل هذا المال راه في يدك، أعطاه لك ربي مؤقتا، اصرف منه، ما عندكش أنت المال هذا، لم تخلقه أنت، مخلوق وهو مخلوق، فقط ربي يسر لك سبل التملك، ذا ربي يهدي سهلا باش تكسفض، إما بالخدمة نتاعك راك ماسون بناء تبني أثف النوط يبوض دريم، أعطالك ربي الصحة، ربي أعطالك الصحة وأعطالك المعرفة باش تبني، كما شي ضربان ذا الصدشين.
إلا عطالك ربي راك تجيب بالقراية، ربي اللي يسلك القراية، عطالك والديك وقراوك وكذا، وإلا ما تقراش. فبالتالي إذن ربي سبحانه، دائما ربي سبحانه، إذا عندك أولادك يخدموا عليك، ربي اللي عطالك أولادك. كان اللي عندهم أولاد وأولادهم ما ينفقوش عليهم، صافي ربي اللي هدى لك أولادك، هداهم ربي باش يعطيوك الأرزاق. إذن كل شيء نتاع ربي، أين كيكسب ومذان ذا ربي ذا استديف كان. من بعد ربي ينادي القرآن، أين كدفكي غيري فاسنيك سنفع الشيني أو كتواشلتيك أو كذوياض. لابد أن يتعدى النفع إلى الغير، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه الآية السابعة من سورة الحديد. زيد برك ثلاثة واش تلقى؟ ثلاث آيات في سورة الحديد واش تلقى؟ ربي قال ولله ميراث السماوات والأرض، باش يقولنا كاع واش كاين في الدنيا هذه تخليوه يروح للولد، الأولاد نتاعكم للورثة، الورثة هذون يزيدوا يخليوه، هذا يخليه لهذا حتى ربي يدي كلش، هو اللي يورث كلش، يدي العمارات والمصانع الجبال والسهول والسماء والأرض. ربي قال ولله ميراث السماوات والأرض، أين كي قلن في الدنيا ذي ولا ربي سبحانه الشين ربي ذي ولا ربي. الشيخ محمد الحسين ذي رضو ربي في الله سيناد ثمورث تفدي لي مولان، من أروع ما قرأت في الموضوع. الشيخ محمد الحسين من حكماء الدنيا، فيلسوف حكيم نتاعنا جزائري، إناس تقبيلي إناس ثمورث تفدي لي مولان. الأرض تبدل غير الملاك، القطعة الأرضية الفلانية كان يملكها فلان في 1980، أم بعد قبل ذلك في قبل قرن كان يملكها فلان، في ظرك راه يملكها فلان، بعد 20 سنة يملكها فلان. الأرض هي ولكن يتغير ملاكها إلى أن يأتي المالك الحقيقي لجميع الممتلكات ابتداء وأثناء وانتهاء، وهو رب العزة جل جلاله. ثورا نفهم ربي مدينا ننفق، صافي نفهم الإنسان ينفق على روحه على أسرته على اللي واجب عليه كما نشرحهم بعد، ما يبقاش غير هنا، يزيد ينفق على دشرته جيرانه الفقراء المساكين المغابن، ومن بعد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كل واحد كيفاش يقدر، وانتم عارفين هذا الشيء، كل شو ميزمر، أليس كذلك؟ ربي قال فاستبقوا الخيرات كما في سورة البقرة الآية 148، وتكررت الآية في سورة المائدة الآية 48، فاستبقوا الخيرات. وربي قال في سورة الحج الآية 77 وافعلوا الخير، ربي قال خذ مثل الخير، لم يقل حتى نوعا من أنواع الخير، دير الخير خير، حنا نقولوا دير الخير ونساه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية 77 من سورة الحج. بعد هذه المقدمة نروح الآن أولا مكونات أو مشتملات النفقة، هذه اللي ذكرناها من باب الإعادة، الماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء، وذكر الفقهاء ما يعتبر من النفقة في العرف والعادة، والفقهاء شاطرين ربط المسألة بالأعراف بالعرف،
لأنه ما كانش نص يقول لك دير كذا وكذا ولا كذا، قال أنفق. والسلام يختلف من حالة إلى حالة، من عرف إلى عرف، من وقت إلى وقت، ومن ظرف إلى ظرف. نشرح النفقة يجي سلامس لأن كل حواجه مذان، أما ذي القوث، أما ذي اللبسة، أما ذي السكنة، أما ذي الدواء، أما ذاق على حسب ثعرفيث. ثعرفيث سعى زال ما إلا سمحتي ولا الزمن. لو كان اللغة الزيك مثلا، زيك ذا شو النفقة؟ الحد الأدنى. مثل النفقة ثرنا ثرنا خطر زاد دونيث أخام زيك ولا شريك سلام أشينا لافي ثورة الله زيك ولا شي فورني ناقية كل شوالي ثورة اللان زيك سحمين بدنسو صغار ثورة خاطئ يا أخي نلقى شوفاج سنترال ضد الدونيث يعني. زيك نشفى المرأة لو كانت تقول بنتها، لو كانت تقول يا إما نحتاج نقول للرجل نتاعي باش يشري لي ماشينا لافي، تقول كيف ما عندكش اليدين يزمني فسني مسافري فسن. يعني الأم ترفض من بنتها باش تطلب من زوجها باش يشري لها ماشينا لافي. يا وضرك ماشينا لافي هذه بلا ما نقول حضرك يقول لك ماشي ماشينا لافي، كاين ماشين ثاني واحد اخر يتغسل المعن انا عميه او يفدل الزمان زيك ثلاوين مساء يروحوا لثالة أسيدي ولا للقلتة للواد يغسلوا ولا يخلوهم للشمس والعشية والليل. الحياة كانت بسيطة ولكنها جميلة جدا. ثذرت تسعى السر ثور الحياة معقدة، الوسائل موجودة، تفنن في الوسائل. وروح بلا ما نهضروا على الأجهزة لبورتابل مش عارف ايه، لا إله إلا الله محمد رسول الله يفدل الزمان. لذلك الشريعة صالحة لكل زمن ومكان. هو ربي سبحانه قال بالمعروف، ربي قال في القرآن وعلى المولود مثلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. معنى الشريعة ترافقنا في كل زمان ومكان وترفع عنا الحرج. معنى إذا كان أنا مسلمين يلا كل واحد واش يقدر. ممكن انت عندك زوج ولادك واحد منهم الله يبارك عنده كذا عنده كذا يعيش حياة معينة، والآخر شوية برك لازم يقبل ظروفه. ما يلزمش تجي مرتو تقول كيف، لازم تجيب لي كيما مرت خوك. يقول أنا يا أنا هذا واش كاين، لو كان ترضى كنت ترضى ما شاء الله تولي سعيدة جدا. إذا رضت ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القنيعة بينما ما كاش القنيعة الله غلب. إمام الشافعي قالها، قال إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ميلا القنيعة تشور أول أم حشاملك سفن دوني ثمرة ثورة ما يوني ساسين وراوي سيون لبس به الله الله ذي عيش على سبثة زمرتيس. إيوا يظن يظن ذيني قلان ذا خدام عادي ثمطوث بويسي مستقرارا إلا قنشي داوي ضم أماكن دي سويه ما كي ثمطوثيس نغي ورويس دي قلان إلا قد سقفل عادي. وما شاء الله رحمة ربي والله الذي لا إله غيره. غير أسعد الناس الذين رأيتهم في حياتي وهم كثير من هذا النوع راضين عادي. قسمت لأنه هذا أمر يسعدني أن أقول يعني هذا الشعور لإخواني باش نقول يا سعد اللي عنده القنيعة برك رضا كني قل له
أمغار أمغار تذفغن تفلاح تدكشمن كيف كيف الله يبارك تجمع المال نسن ثغط نسن شو طيفكي في بصلتني هبطط سني يخذ منكني تسع السر دوني ما شاء الله. خطر موضوع النفقة موضوع كبير جدا، وعندنا قضايا بالآلاف على مستوى المحاكم سببها النفقة. النفقة وسنسمح. إذن مكوناتها أشرت إلى العرف، العرف معتبر، العرف معتبر حتى في تعريف العلماء للعرف تعريف جميل، قال هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم. هذه هم انسجموا مع هذا العرف انتهى. نثني ساعة تعرفيث تعرفيث بعد تأتي قواعد المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقاعدة العادة محكمة، لأنه أبواب هذه في الفقه راهي معمرة بالقواعد الفقهية اللي تحسم الكثير من المسائل وكثير من قضايا الناس في المنازعات حلها في الأعراف والعادة محكمة. ثانيا مشروعيتها، يعني النفقة يجي علاه النفقة سيتي، الأصل الإنسان ينفق على روحه، ولكن كاين أحكام أخرى تتعلق بنفقة الإنسان على غيره، النفقة على الغير، كاين اللي يدير هذا العنوان نفقة على الغير نفقة على النفس إلى آخره، كاين تفاصيل كثيرة أتجاوزها، نحاول نركز على كبريات الأمور يعني المعالم الكبرى في مسلتهم قرانين يشدن سلسن تلاقي يعني النفق وأحكامه. ألف من الكتاب يعني من القرآن، ربي قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، سورة ياسين هي 47 أنفقوا. إذن كلمة الإنفاق وردت كثيرا في القرآن بصيغ عديدة ما أذكره على سبيل المثال. إذن كذلك ربي مدينا ذي القرآن الكريم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، سنأتي إليها. المهم من الكتاب لانت آيات، ومن السنة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنشير إلى هذه النصوص من خلال النقطة الثالثة. ثالثا أنواعها، أنواع النفقة أتصل أنواع جلان تصل الصناف النوع مزوارو. ألف نفقة الزوج على زوجته، هذا الترتيب ليس معتبرا يعني فذوين تفغيض يعني ترتيب عادي. ذا شو ذا النوع مزوارو؟ النفقة برقز فنطوث، يعني أرقز ذنتسا أرين فقن فنطوثيس ذوقي الشرع. من بعد يرسم مسفهاما أذم عوانا الله يعينهم، الزوج والزوجة متفقين باش يتعاونوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله يتعاونوا عادي، حنا ما ندخلوش بيناتهم يتعاونوا. ممكن الزوجة تقول له شوف أنا نقابل السكنة نخلص لي طرونش تاع السكنة، وانت قابل النفقة الماكلة أكل وين نظن أكل الماكلة. وكاين العكس، هي تقابل الدار نفقة وكذا نتاع المعيشة، وهو الشريعة سمحت، الشريعة الإسلامية من مرونتها أنها تريد اليسر للناس أن يعيشوا في يسر. ربي قال يريد الله بكم اليسر، هذه الآية جت بعد آية الصيام بعد الآية 185، هذه الآية من سورة البقرة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معاون ثكان مسفهم ثكان فمسفهم ماذا يعين ربي. لذلك نفتح قوس مهم، جات القوانين ضبطت هذه المسألة وسنتد القوانين
فيه تفاصيل وتختلف. ما حبيش نطول عليكم وإلا نذكر بعض القوانين سواء في الدول الإسلامية دول تاعنا ولا دول أخرى. نقول لكم على سبيل المثال من القوانين المهمة جدا قانون 1917 اللي هو اسمه قانون حقوق العائلة. هذا قانون مهم جدا، صدر في ظل الدولة العثمانية اعتمادا أساسا على المذهب الحنفي. قانون 1917 بعد سند القوانين النوياض، قانون 1946، قانون 1951، قانون 1953، قانون 1956، 57، 79، 84 بالنسبة للجزائر. علاش ذكرت القوانين هذون؟ هي قوانين اللي خرجت من الشريعة قاع هذه سمعتوها كلها. هذا قوس مهم لمن أراد الاستزادة. عندنا قوانين اللي خذوها من الشريعة، شرع ربي سبحانه. يقول قوانين الإسلام فيه مجلة الأحوال الشخصية التونسية، كان مدونة الأحوال الشخصية المغربية أو تسمى مدونة الأسرة، وكان قانون الأحوال الشخصية السوري، قانون الأحوال الشخصية المصري، قانون قوانين كثيرة جدا راهي موجودة. منها قلت لكم قانون حقوق العائلة اللي اصدر في ظل الدولة العثمانية من قبل المذهب الحنفي. وبعدين هذه القوانين كاين قوانين اللي تعتمد أساسا على المذهب الحنفي زائد اعتماد على يعتمد على فقه آخر مدارس أخرى، وكان تعتمد على الفقه المالكي. وزيد يقول لك إذا كان أي فراغ نرجع إلى ما استقر ولا المشهور ولا كذا في المذهب المالكي. هذه هي الإحالات. وكان اللي يقول لك المذهب واحد آخر، احنا في الجزائر قال لك لا لا، تروح للشريعة الإسلامية كامل. قانون 84-11 الصادر بتاريخ نقول لا ريفيرونس هذه نتاع المرجع، باش إذا رجعنا إليه في المستقبل وكما أشرنا إليه في الحلقات السابقة نعرفوا المرجع نتاعه اللي هو القانون اللي صدر قانون 84-11 الصادر بتاريخ في رمضان اللي صدر في 9 رمضان 1404 للهجرة الموافق ل 9 جوان 1984 معدل ومتمم بالأمر 05-02 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005. في المادة 222 تنص حرفيا على ما يلي: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. يعني القاضي موريوفارا مادة قانونية في تمثال تيديوس ديرزان فلاس يدي بوضنار غورس باش هذي حكم ذيكس أذي يغال رشرع. يعني القاضي أذي يغال الشريعة، والقاضي هنا ملزم بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وإن كان هذا القانون المذكور في الجزائر اعتمد أساسا على الفقه المالكي، ولكن رجع إلى بعض المدارس الفقهية في بعض المسائل. نغلق القوس. نفقة الزوج على الزوجة، إذن أرجاز ذنتسا أري صرف الفسمطوثيس ذا أيكن قارن ساسي أكشن ذنتسا أذي ينفق فلاس ذنتسي ذا مسوق. ولكن مسفهم الجرس أتعيون نغض فرق النفقة هم أحرار، خاصة في هذا الزمن والمرأة تخدم. المرأة عاملة أو المرأة تخدم، تخرج الصباح تروح تخدم وتولي العشية. إذن المرأة يمكن لها أن تسهم في النفقة في الاستجابة لاحتياجات الأسرة، وليس في ذلك حرج شرعي. وتستمر طبعا نفقة الزوج على زوجته ما دامت الزوجية قائمة مستمرة. يعني ما دام
أرقز تمطوط تعيشين جميع ذا أرقز أري نفقن في تمطوطيس هذا وربي سبحانه يناد في القرآن الكريم لينفق ذو ساعة من ساعاته ذا المدينة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هذه جاية في سورة الطلاق الآية السابعة ربي سبحانه مدينة لينفق ذاك الآية ثفقنا غيد باللي تزمرت القدرة لم تحدد هنا النفقة لا وزنا ولا كيلا ولا نوعا النفقة كما قلنا ترجع الأعراف وإلى آخر هذا الكلام ولكن ربي سبحانه يناد من ساعته فازمرث من بعد اختمس الآية في السبعة إناد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كل يونا على حسب فازمرثيس وإناد ربي في سورة البقرة الآية 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فازمرث وربي إناد يريد الله بكم اليسر نرجع للآية 185 سورة البقرة وربي ناد في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وربي ناد في سورة الحج الآية الأخيرة الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج ونبي عليه الصلاة والسلام ناد يسروا ولا تعسروا يصح الاستدلال بهذه النصوص في هذا الموضع كما يصح الاستدلال بها في مواضيع أخرى هكذا أي غر خطر تزمرت ذغر بمدينة في سورة البقرة إناد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآية 233 من سورة البقرة بالمعروف إذن كل هذه المعاني واضحة إن شاء الله واضحة فيه حاجة مهمة نذكرها اللي هي ما هي معلش هي كأنها خلاصة مركزة ما هي موازين أو ميزان الإنفاق في ثلاث أمور ميزان الإنفاق الأول خطر كي يقول ميزان معنى أن تحدث عن التقدير الميزان الأول هو حسب قدرة المنفق على حسب تزمرت بن رديفكن وهذه قواعد تستغرق جميع أنواع النفقة هذا الكلام يصدق على نفقة الزوج على زوجته على نفقة الوالدين على أولادهم نفقة الأولاد على الوالدين كلها هي قواعد عامة ميزان واحد يون الميزان هم الميزان اللي نستخدم للتجارة الميزان يكيل به البطاطا وزرودية وكلش هو ميزان واحد حتى هذه الموازين الشرعية هي في هذا الموضوع هي واحدة الميزان الأول قدرة المنفق بمعنى آخر هناك من عبر على هذا الميزان بقوله قدرة الذي تجب عليه النفقة يعني تزمرث بوين أري نفقا تزمرثيس على حسب تزمرثيس الميزان الثاني حاجة المنفق عليه يعني على حسب أشق حواج وين رئيس نفعن سين نفقة كما نقول المنفق يسرا وعسرا يسرا وعسرا خطر ربي ما يكلفناش واحد معسر ما نقدروش نقول لازم تصرف على زوجتك ثلث ملايين في الشهر هو راه ياخذ مليون ونص ما كاش كيفه ما يوسى هذا مكان حتى في القرض الشرع عربي في القرض واحد كيسلف واحد الآخر يخي القرض موجود المقرض عنده أجر كبير أكثر من أجر الصدقة وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى ضبط وتدقيق ومزيد بيان ولكن ماشي موضوعنا فقط كإشارة
أثر ضرضيون إن بعد جاء وقت باش يرجع لك دراهم ويقول لك ما عنديش، زيد لي شهرين تزيدها له ولا ما زيدها لهش؟ برافو صح، بارك الله فيك. يجي في الوقت يقول لك ما نسيتكش، انت تسلي وسع لي، الله يوسع عليك، ربي هو اللي قال هك. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وفي قراءة ميسرة. وين جت هذه الآية؟ في سورة البقرة الآية 280. زيد خليه اللي جاية بعدها واللي بعدها، وهي أطول آية في القرآن، هضرت على الموضوع. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية 282 من سورة البقرة. إذن اليسر والعسر معتبران في موضوع الإنفاق، لذلك جاء هذا الميزان حاجة المنفق عليه. ذا شو حواج يختلف من إنسان لإنسان. ممكن واحد ينفق على باباه يحتاج غير تعطيه لبابك مليون ونص يكفيه، واحد آخر 4 مليون وما يكفيهش، خطر عنده الماكلة، عنده اللبسة، عنده تريسيتي، عنده دواوي. أذغى كي نقولوا دواوي هذيك هي حسب حاجة أو احتياج المنفق عليه. لذلك تدخل لنا واحد المعايير أخرى دينية إيمانية، خوف ربي وكذا، ما يلزمش واحد يبروفيتي. إيه واعره هذه مليحة، هذه غير ربي اللي يقدر عليها. ممكن واحد يخرج لك يقول لك شوف لازم تخلصوني انتم أولادي، تعطيوا لي 10 ملايين في الشهر وما يكفيش، وبالك هو يحتاج غير 4 ملايين، علاه يزيد 6 ملايين؟ علاه؟ ممكن يديروه الوالدين، ممكن الأولاد، ممكن الزوجة، ممكن ممكن. ما هو الضابط هنا؟ ما هو الخوف ربي؟ ذايا ولا كيجيو الناس أمثالكم يقولوا والله رب بزاف عليك، بزاف عليك، وزيد حاجة أخرى أنه ديفوا الأولاد طيح على واحد وعلى بالكم. شفت الواقع؟ هاو الدين هاو الواقع. تلقى واحد وليدهم يخاف ربي، مؤمن، يصلي، يتكاو عليه الوالدين، سمحوا لي الوالدين، وهذوك الآخرين والو ما يقولولوش، ما يقولولوش، يركزوا غير على إما يطيحوا على الكبير ولا المازوز. نو المازوز ما نظنش المازوز، يعني عادة المازوز ما يتحملش الكبير، هذاك هو اللي عنده كتاف صحيح. وحاجة المنفق عليه. كاين الميزان الثالث، كاين من العلماء اللي يسميه مجرى العرف. مجرى العرف يعني اللي أشرنا إليه، مجرى العرف والعادة. حتى القانون تاعنا بالمناسبة يتكلم على هذه المسألة، نص عليها، قال وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، ولكن المشرع الجزائري قال الضروريات باش ما يكونش هناك تكليف بلا مسوغ. قال وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة عند النص على مشتملات النفق. يلا درك الروحو نجيب بعض الحديث من السنة، نختار من خطبة الوداع، طبعا خرجها الكثير من العلماء منهم الإمام مسلم في صحيحه. خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء، سبحان الله، من وصاياه الأخيرة استوصوا بالنساء خيرا إلى آخر ما تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يوصى في ثلاوين، يوصى في الولية. الولية لماذا؟ ذي تعرفيث النغ ولا قالت صلصة مطوث قال في المحال إلاق أتسعيونا سوى شلتيس أذروميس فالدرثيس فالدوض وستقي الحمد لله كرند، يعني الخير قلان ذي المجتمع السا
الحمد لله، لأنه قد يخدم الخير واحد السم، قد يخدم الخير جمعيات خيرية، الله يبارك. معنى كاين خير في الأمة، وهذا مظهر صحة في أمتنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة مرحومة، وفي رواية: إن أمتي أمة مرحومة. يعني كاين الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربي النبي صلى الله عليه وسلم يوصى إن اتقوا الله في النساء، أقوذ ربي. علاش قال اتقوا الله؟ خط الخوف ربي هو صمام أماننا. زنسة صح، خوف ربي، خوف ربي، اتقوا الله. إلى أن يقول في الحديث نفسه خطبة: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جاء الحديث كما الآية: رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية اللي شرحها اللي ذكرناها قبيلة في سورة البقرة الآية 233: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نفس الترتيب هنا في الحديث قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يذكر الواجب ثم يذكر التخفيف. فازمرت بالمعروف باش يكون الاستقرار الأسري. هناك خطأ شائع، نقول الاستقرار الأسري خطأ شائع في الشرق والغرب والشمال والجنوب، أخطاء تستنسخ. الأسري خطأ، لغة نقول النسبة تعود إلى المفرد، نقول الاستقرار الأسري. ذكرت هذا البيان، خطأ الخطأ إذا شاع يعتبر هو الصح. لو كان واحد يقول سوا سوا يقول هذا غلطان، لا هذا هو. ما نقولوش أخبار دولية، نقولوا أخبار دولية. ما نقولوش لاعب جوارة، لاعب دولي خطأ، نقول لاعب دولي، دولي قانون دولي ماشي قانون دولي. نغلق القوس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إمدينا: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحديث كما قلت صحيح، خرجه الإمام مسلم من هذا الحديث في خطبة الوداع جزء منه. هند بنت عتبة حديث آخر، دليل آخر. فجي زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، ذا شو استنى يا رسول الله؟ ناس يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ذا مشحح، ذا مشحح. هو سجل لنا بدنا تفض واحد عنده عطاله ربي، ولكن يغيظك لو كان تشوفه تقول نعطيه الوعدة. مربح هو، مربح روحه، مربح دايما ولاش. لذلك عندنا هذا الكاليتي موجود في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان. وإن كان استقبلت قدر ربي في كريم السن في الدضاغ إفسن، والتوسع على العيال مقصد شرعي، واحد يفرح العائلة. لذلك نجد في المناسبات التوسع على العيال، لا أنت المناسبات وقيد المولود عاشور كذا يناير ناس تنفق عادي فيها. إيه يعني مادام هناك مقاصد شرعية لازم يكون عندنا مخ كبير، عندنا نصوص شرعية، عندنا مقاصد شرعية، وعندنا أنواع الفقه. الحديث الذي لرواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم، ولكن فقه قطزيس، كين فقه الأولويات، كين فقه المقاصد، كين فقه النص، كين فقه أنواع الفقه كثيرة، فقه مراتب الأعمال اللي هو فقه الأولويات، كين فقه الموازنات، كين فقه فقه. لذلك لازم واحد يكون مخه يستوعب، وهذا هو هذه شريعتنا. فلا نضيق واسعا،
بعث لي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. ودي سكرة ماذا استنى في كذا سيقار ولاش؟ طبعا قال لها ولاش بالعربية ماشي بالقبيلية. من بعد هي كانت صريحة، إلا ما أخذت منه تمد يدها، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم يعني أتير فوسيس وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شوف كلمة المعروف كيف تتكرر. لذلك جميع العلماء الذين عالجوا موضوع النفقة ركزوا على هذا الموضوع لأنه راه موجود في القرآن وفي السنة. حديث عائشة، هذا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، معناها ترفض هذين أرقزي سكي خذم أترفض كان أين إقلقني وخام ما تشستني مدام يرغفوس يرغفوس خط. لا، كل حاجة سعى الحدود في لسان الحدود. علاش ربي قال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولا لا لا، كل حاجة عندها حدود. واستقبلتها مقارا سؤال شكرا الزرفي وحديق أنا عاميه شكو يش يمشيو تجدي ثوكت الشرعي يمشيو هك الزرف وحديق معنى كين حدود ثلسة. وقال ثلسة بوال أم ثلسة بوكال أنا عاميه. لذلك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المرأة كي تسمع هذه الفتوى لازم تطبقها كما هي، ما تقولش المفتي ولا الشيخ قال لي تغا، لا 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 لا، بينها وبين ربي سبحانه عز وجل. نهار اللي يهديها ربي يقول الله غير درت فيكم العجب، درك أنا تبت إلى الله خلاص من غادي ننفق خلاص ديروا لا ليست يوميا راح يقضي على روحه وما شاء الله. طبعا سمحوا لي كان بعض المسائل المتعلقة بالموضوع. إذا كان طلاق درك ممكن واحد يسأل يقولوا إذا كانت تكون مطلقة، إن قلك إذا كان الطلاق رجعيا يجب أن تنفق عليها في فترة العدة. ها معليش هي مسائل كثيرة لأنه لازم نمشيو شوية في الموضوع، وإلا لو كان دخلوا في تفاصيل كثيرة. راجل طلق زوجته أرجز يبرث من طوفيس أو كيف لازم ينفق عليها خلال العدة. الطلاق الرجعي هذه من أحكام الطلاق الرجعي أن النفقة واجبة على المطلق الزوج المطلق ما دامت في عدتها الشرعية. وإذا كان الرجل مات أنعمه مات وكاين كيموت الرجل هذيك نهار يخرجوها من الدار سولتو إذا كانت زوجة الأب أنعمه يموت ورقز يجد ثم طوثيس أو كذو الرويس صافي وياض ذير فيفنت مطوث هذا سنين أرجز يروح صزكا خميني تفضلي. للأسف كاين أنا نقوله بالمنهج النبوي ما بالو أقوام، وكاين الأخرين بسم الله ما شاء الله قول ما تخافيش أنت مرت بابا بابانا أنت تاج روسنا كيما البارح كي اليوم رانا هنا بسم الله ما شاء الله يا سعدهم يا سعدهم. اللي يعرف ربي دايما نرجعوا كل شيء لربي، اللي يخاف ربي ما شاء الله، اللي ما يخافش ربي كل شيء ممكن. لذلك يقول خاف اللي ما يخافش ربي أقوذ وذو نتسقوذ ربي. الشريعة كل حاجة ذكرتها على بالك واش قال فيها والله غير إن شاء الله يا ربي صاحب المعونة شو عليها في المجلد الثاني يقول المرأة ما تخرجش من الدار. واش قال؟ هذه عبارة تاعو أتذكرها إن شاء الله جيدا. قال مملوكة بالرقبة أو الانتفاع. الله الله
شكون قال الكلام نتاع القاضي عبد الوهاب البغدادي؟ قال لك هذيك الدار ما تخرجهاش، خاطر ممكن تقولها شوف بابنا مات درك نديروا التركه، انت صاحبه الثمن يلا اخرجي، ما تخرج. ممكن ما عنده هذيك الدار ماشي نتاعو، كراها استاجرها. هذه اشاره الانتفاع، لانه ممكن الانسان يملك الدار ومات خلى الدار، ممكن ما يملكش الدار عنده لوكاسيون عنده ايجار عقد ايجار، وعقد الايجار من عقود المنافع. لذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي الله يرحمه والله يرضى عليه ذكر هذه المسألة بهذه العبارة، مملوكة بالرقبة، معنى عنده لاكت عنده عقد الملكية، ولا عن طريق الانتفاع بالانتفاع، وذكرها في المجلد الثاني من كتاب المعونة في الصفحة 678 678 الصفحة اليمنى في وسط الصفحة. الآن يا إخواني بلا ما ندخل في التفاصيل هذه أخطر فيها كلام كثير، وتلقى ممكن واحد مات خلى زوجة نتاعو حامل أو كيفه عندها عدتان، عدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور وعشر أيام، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه شرحناها فيما سبق، وعندها عدة الحمل أتنستاذيست هي راهي في الشهر الثاني مازالها 7 شهور. ما حبيتش نذكر كاع التفاصيل هذه، يكفي الشيء ذكرناه إن شاء الله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. با النوع الثاني نفقة على الوالدين، ثراد نهضر الدريا أري نفقا في مولان أنا عميه. الأولاد هما اللي ينفقوا على الوالدين اللي ما عندهمش، باش إذا نتفاهموا مليح نتفاهموا مليح، اللي ما عندهمش ولا هو عنده بونسيون يسعى بونسيون سيني مليونين أو 3 مليونين ورزمير راه يعيش 3 مليونين، واجب على أولاده ينفقوا عليه، واجب هذا واجب. الدليل ربي ندوى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة الإسراء الآية 23. من ألطف ما قرأت في الموضوع إن ندوى الإنفاق من أحسن الإحسان. إيه زيد ربي سبحانه كي قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، سورة لقمان الآية 25 الآية 15 معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، من المعروف الإنفاق، ماشي مثلني مولانا نخص اللبسة نخص الدواء نخص كذا ففكتو تريسيتي با ما نسير كيني خاطيني، لا لا إنسى الوالدين ما تخافوش، إذا كان لازم تسلف سلف أنت، خلي الوالدين ترونكيل خليهم، خاطر رباوك أنت كنت صغير يتمناو تكبر كبرت يلا أنت واجه. ربي قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والعلماء يقولون وترك الإنفاق أذى وهو ممنوع من باب أولى. إذا كان كلمة أوف ربي قال ما تقولهاش الوالدين، هذه اللي واعرة، ولا كي تقول لا ما خلصونيش وما نقدرش وعندي ضرب كذراري، كاين اللي ينفق على أولاده كي ينفق على والديه قبل ما يكون عنده أولاد، كي يكون عنده أولاد يقولهم يا الوالدين درك عندي أولاد الله يا ربي الله، لا لا ابقى دائما تحمل مسؤوليتك وماشي وحدك، خاطر لازم تتوزع هذه النفقة، وسيأتي البيان واحد الميزان سنذكره في بعدين إن شاء الله في نهاية الدرس، ميزان آخر لازم تتوزع الأعباء، ما تطيحش على الكبير ولا على الصغير ولا على الوسطاني،
وكاين احيانا ماشي ذراري يروحوا للطفله بنتهم هي مسكينه ترفد كلش ورجاله يقول لك خاطي. كل هذا موجود في واقعنا. كي ندير هذه الاشارات من باب لفت الانتباه باش وين غلطنا نتوبوا. هذا ما كان. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، سوره الذاريات الايه 55. ذاغ وفيها أدلة أخرى. على كل حال درك نروحوا للوع الثالث، جيم. جيم النفقة على الأولاد. درك الوالدين هما اللي ينفقوا على الأولاد. كي نقول الوالدين معنى الأب بالدرجة الأولى. إلا مات الأب ولا كان في حالة إعسار ولا، ينتقل الواجب إلى الأم. ثيم مات ذا ذاتي قلا قد يصرف ذنسا فراويس يعني، ما إلا أنت يموت نوث كسس تزمرت نوث كذا تشغل في مات ذا على سبت تزمرت. ثم بعد في توزيع، توزيع والمدرسة المالكية لطيفة جدا في هذا الموضوع. درت واحد القوانين واحد الموازين رائعة جدا تستجيب للحالات المختلفة. يكفي هذا الحكم العام. ما هو الدليل؟ أمش يعني إلاق إمولان ذن فقن في الدريانسن ضرب دينان. يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية تصح دليلا في الموضوع هذا. أربك نتوصي في الدريانون، ومادام كنت توصي في الدريانون ومن مقتضيات هذه الوصية ومن لوازمها أنه يا الوالدين ما تضيعوش أولادكم، تنفقوا عليهم واش تقدروا، تستجبوا لاحتياجاتهم طبعا المعنوية بالدرجة الأولى والمادية، وهذه الواجبات تكبر وتتمدد كلما يكبروا هؤلاء الأولاد. النوع الرابع مهم جدا، نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول. ثقي ذيون الصنف ويض أن ذيلي نفقة الجذوذ في الدريان دريا، خطر ما يموثي ونجد الدريا ذي وجيلا ورثني قابلا ذي الجذوذ الجديس جديس سفافاس ذا مزوانو خطر قرو ذني ذا وجيل ورثي رفذان ورثي عقشان ورثي نفقن في اللاس الجديس أكان يدينا الشرع لانت الأحكام نظم نغل عكس نفقة الفروع على الأصول. نقصد نفقة الأحفاد على الأجداد والجدات. إما إليون ذمغار جدس أكل جدس دريان سن إما موثن ورسعين أرى ورين فقن في اللسن دريان دريان وقاذني سي سولنا جدين أذوي قاذني إيقو جف في اللسن باش أذنف قن أكا. ولكن ذا شو ثنت الموازين اللي انت رفع الموازين الميزان مزوارو حسب القدرة أي قدرة المنفق. مرة أخرى نعود إلى هذا الميزان على حسب تزمرت بين أريخذ من أفكي النفقة. الميزان والسين حسب حاجة المنفق عليه. أما ذ جدس أما ذ جيداس أما ذ ميس نميس أما ذ ميس قليس أما ذ يليس نميس إلى آخره. الميزان والثلاثة حسب درجة القرابة في الإرث. على حسبك مقارب أخطر ميس نميه يزوار ميس قليه أميس نميه يزوار ميس نميس نميه مخلفا أما كاد يضير واثمثن وكذا إجماك شقيق ذن سانق لا قد يزوير مولاش إجماك شقيق إجماك سفافاك ما إلا أميس نجماس شقيق يزوار عميس
في كذلك التفاصيل ذي موازين دقيقة. هذا الميزان يستوعب جميع الحالات، لأن الابن مقدم على ابن الابن، ماشي مقدم في الاحتياج يعني باش يرث، والباين كما أنه قدم في الميراث قدم أيضا في أداء الواجب، وهذا هو المعيار. وبعدين ابن الابن مقدم على مثلا ابن الابن، وابن الأخ الشقيق مقدم على العم الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ من جهة الأب أو من الدوض. تفاصيل تفاصيل، ولكن كلها يستوعبها هذا الضابط اللي هو حسب قد درجة القرابة في الإرث. والمشرع الجزائري أصاب في المادة 77 حينما أشار إلى هذه الموازين في المادة 77 استنباطا من الفقه الإسلامي. أكا الميزان الرابع ذا شوث ظروف المعاش. ظروف المعيشة تختلف، ظروف المعيشة الغلاء وكذا إلى آخر، كلها ظروف نتاع المعيشة تشمد الاعتبار. إذن هذه هي أربع موازين لهذا النوع اللي هو نفقة الأصول على الفروع، أو نفقة الفروع على الأصول، نفقة الأجداد على الأحفاد، أو نفقة الأحفاد على الأجداد. إلى النوع ويس خمسة ها اللي هو النفقة على من لا ولي له. تلقى واحد مسكين ما عنده عمه، ما عنده أخو، ما عنده باباه، ما عنده جده، ما عنده والو، هذا النفقة تكون على المجتمع بمؤسساته الشعبية العرفية والرسمية. لذلك في قوانين في هذا المجال لا يتسع المقام للتفصيل فيها، ولكن في النهاية عندي ملاحظتين. أولا كثير من الأحكام اللي سمعتوها بالنسبة ذكرنا القوانين، قانون 1917، قوانين قانون 1946، 51، 53، 56، 57، 79، 84 بالنسبة للجزائر، المعدل والمتمم بالأمر 0502، استنبطوا أحكاما كثيرة من الفقه الإسلامي. تفقين؟ بالنسبة للجزائر قانون 84-11 المعدل المتمم، نلقاو المادة 74 نصت على النوع الأول نفقة الزوج على الزوجة، المادة 75 نصت نفقة الوالدين على الأولاد، وفيها تفاصيل مهمة في هذه المادة، المادة 77 نصت على نفقة الأصول الفروع على الفروع على الفروع على الأصول، المادة 78 المادة 79 نصت على ما يجب أن يراعي القاضي، أن يراعيه القاضي عند تقدير مقادير مبالغ النفقة، وبعدين أشار إلى مراجعة مبالغ النفقة في تفاصيل قانونية موجودة في القانون الجزائري وهي مستنبطة من الفقه الإسلامي. ذلك إشارة فقط لمزيد من المعلومات. ثورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع خرجه الإمام أبو داود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو في رواية من يعول، خرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر، أي بن عمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث حديث جامع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ذنو فهم قرآن ونفث وجف النفقة وذي فرط. نسأل الله العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.